أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامج تعلم اللغة الصينية النهاردة معانا حلقة جديدة ومحتوى جديد بعنوان خيجة خوي تيا وهنعرف مع بعض معنى العنوان ده ايه هناخد مع بعض في حلقه النهارده اجزاء مهمه جدا اول جزء هو مجموعه كبيره من الكلمات المتخصصه والمتنوعه واللي هيفيد استخدامها في مواضيع كتير جدا وهنتعلم مع بعض ازاي نوظفها ونستخدمها بشكل صحيح الجزء الثاني معانا هو جزء القواعد النهارده هنتكلم عن فعلين مهمين جدا وهنتكلم برضو عن قاعده مهمه جدا وبيكثر استخدامها في دراسه اللغه الصينيه تالت جزء هناخده مع بعض النهارده هو جزء الجمل والعبارات اللي احنا متعودين ان احنا نوظفها مع بعض كويس قوي باستخدام الكلمات سواء كانت اسماء او افعال او صفات معانا في حلقه النهارده يلا بينا نبدا ونشوف الجزء الاول يلا نبدا مع بعض الجزء الاول في حلقه النهارده وقبل ما نبدا الجزء الاول تعالوا نشوف مع بعض العنوان بتاعنا وترجمته ايه العنوان بتاعنا زي ما قلنا هو خواتيا خوي <applause> تيا العنوان ده مكون من كلمتين من فعل ومن اسم اول حاجه هو الفعل خوي خوي وفعل خوي بيجي بمعنى يعود طيب الكلمه الثانيه هي كلمه تيا <applause> تيا زي ما خدنا مع بعض قبل كده لو نفتكر ان احنا قلنا الكلمه دي لها معنيين بتيجي بمعنى الاسره او بتيجي بمعنى المنزل فلما اجي اقول العوده الى المنزل او يعود الى المنزل هقول خوي <applause> تيا كويس يا. تعالوا بقى نبدا الجزء الاول مع بعض في حلقه النهارده وهو الجزء الكلمات المتخصصه والمتنوعه اللي احنا قلنا هنستخدمها في مواضيع كتير جدا وليها استخدامات كتيره جدا اول كلمه معانا النهارده وهي كلمه زي خوة. خوا وكلمة تي خوا بتيجي بمعنى خطة، هل الكلمة دي بتيجي اسم بس؟ لا، الكلمة دي ممكن استخدمها كاسم وكفعل، يعني بتيجي بمعنى خطة وبتيجي برضو بمعنى يخطط، لما أجي أقول لحد مثلاً هي إيه خططك؟ فهقول له نيو شما تي نيو شما تي يعني إيه هي خططك؟ أو لما أجي أقول لحد مثلاً أنت إيه خططك في الويك انت؟ فهقول له جوجت نيو يعني ايه خططك في الويك اند يبقى خدنا كلمه تي تيجي بمعنى خطه وبتيجي ايضا فعل بمعنى يخطط الكلمه اللي بعد كده وهي كلمه تاي تاي وكلمة تاي بتيجي بمعنى يمكث ممكن مثلا أقول وتاي أنا أمكث في البيت أو أنا قاعد في البيت بتيجي كمان بعدها مدة زمنية وهنشوف استخدامها لما يجي بعدها مدة زمنية هنستخدمها إزاي تاي تاي الكلمة اللي بعد كده وهي كلمة فون فون ان وكلمه فون تي ان بتيجي بمعنى مناظر طبيعيه مش بس بتيجي بمعنى مناظر طبيعيه لا بتيجي بمعنى الاماكن مثلا اقول جو بيان دا فون تي ان دا فون تي يعني المكان هنا حلو جدا ده معنى كلمه فون تي ان فون تي ان الكلمه اللي بعد كده هي كلمه زي لا ديلا وكلمة ديلا لو جات لي بعض الصفة بتديني معنى جدا هنشرحها مع بعض بالتفصيل في الجزء الثاني في حلقة النهاردة الكلمة اللي بعد كده وهي كلمة فوسي فوسي وكلمة فوسي بتيجي بمعنى يراجع لو انا عندي امتحان وعايزة اقول انا براجع المنهج مثلا بستخدم كلمة يراجع اللي هي فوسي فوسي الكلمة اللي بعد كده وهي كلمة جونك جون وكلمة جون ك بتيجي بمعنى واجبات طيب احنا خدنا مع بعض كلمة برضو قبل كده تيجي بمعنى واجبات وهي كلمة دوية دوية ايه الفرق ما بين كلمة دوية وكلمة جون كو الاتنين بيجوا بمعنى واجبات ولكن جونكا هي اشمل في المعنى شويه ان هي ممكن تيجي بمعنى واجبات وممكن ايضا تيجي بمعنى فرود انت الفروض اللي عليك كذا فممكن استخدم معاها كلمه جونكا وايضا كلمه جونكا ممكن تيجي بمعنى واجبات اللي انا مثلا ممكن اعمل واجبات او انا عليا واجبات في الاجازات مش شرط الواجبات المنزليه الا اثناء الدراسه دي برده ممكن استخدم معاها كلمه جونكا ولكن كلمه سويه بتيجي بس في الواجبات المنزليه اللي هي فتره أو اثناء الدراسه الكلمه اللي بعد كده هي كلمه بي يه بي يه وكلمه بي ده فعل بمعنى يتخرج لو انا عايزه اقول انا خرجت انا خلاص اتخرجت فبقول ويدين بييلا ويدين بييلا الكلمه اللي بعد كده هي كلمه جواتين جوادين وكلمة جوادين دي فعل بمعنى يتمسك بيه أو يستغل لما أجي أقول لحد مثلا عندي امتحانات الأسبوع اللي جاي فأنا لازم أستغل الوقت خدنا كلمة الوقت بمعنى شتيان فأنا عايزة أقول يستغل الوقت فأقول جوادين شتيان الكلمة اللي بعد كده وهي كلمة جو جوداي وكلمة جوداي بتيجي بمعنى قديم كلمة جوء لوحدها تيجي برضو بمعنى قديم أو حاجة فات عليها فترة زمنية طويلة وكلمة دعي بتيجي بمعنى عصر طيب أنا عندي كمان كلمة المعاصر بقول عليها إيه طن تنتعي وعندي كلمة الحديث بقول عليها سين سينتعي ده في حالة لو أنا جيت قلت العصر الحديث مثلا أو العصر القديم الكلمة اللي بعد كده هي كلمة لي شئ ليش كلمه ليش بتيجي بمعنى تاريخ, مثلا انا عايزه اقول انا بحب ماده التاريخ جدا, وكن سي اخوان, ليش, احب شي ليش. الكلمه اللي بعد كده هي كلمه غان سين سين وكلمه غان سين معناها يهتم بي. او ذو اهتمام بيه مثلا عايز اقول انا بهتم جدا بلعبه كره القدم او انا عندي اهتمام جدا بلعبه كره القدم ممكن اقول مثلا ودواي تي ولو نفتكر مع بعض ان كلمه تي زو بتيجي بمعنى يلعب كره القدم فهقول ودواي تي زو تشيو الكلمه اللي بعد كده هي كلمه زاو شو شو وكلمة تياو شو بتيجي بمعنى أستاذ جامعي طب لو أنا عايزة أقول أستاذ مساعد هقولها إزاي؟ هقول فو تياو شو فو شو يعني أستاذ مساعد طيب المدرس بنقولها إزاي؟ أو بنقول عليه إيه؟ بنقولها لو نفتكر مع بعض الفعل زيان اللي هو كان بيجي بمعنى يشرح وش بتاعة كلمة لاوش حطوهم مع بعض ش تديني دي معنى كلمة مدرس الكلمة اللي بعد كده وهي كلمة يدين يدين وكلمة يدين بتيجي بمعنى بالتأكيد وهنعرف ان احنا هنستخدمها ازاي في جملة كاملة الكلمة اللي بعد كده وهي كلمة كهو شان شان وكلمة كهو شان تيجي بمعنى يلتحق بي الكلمة اللي بعد كده وهي كلمة سيانين سيانين وكلمة سيانين فعل من الأفعال المهمة جدا والفعل ده بيجي بمعنى يشتاق ممكن يشتاق لشخص أو ممكن يشتاق للوطن برضو بنستخدم عليها كلمة سيانين يبقى يعني دي تستخدم مع الأشخاص أو مع الأماكن سيانين, سيانين. الكلمة اللي بعد كده هي كلمة طهان وكلمة طهان هي كلمة كمية كلمة كمية هنستخدمها مع بعض برضو في النص بتاع النهاردة ونشوف بتديني معنى إيه وبستخدمها إزاي وبكده نكون خلصنا مع بعض الجزء الاول في حلقه النهارده وجزء الكلمات المتخصصه والمتنوعه واللي احنا قلنا معانا كلمات كتير جدا نقدر نستخدمها باكتر من معنى ونقدر نوظفها باكتر من طريقه كمان نقدر ندخلها في جمل وعبارات كتير جدا ان تخلينا نقدر نبني اكتر من حوار حوار بسيط وممكن حوار معقد شويه وبكده نكون خلصنا مع بعض الجزء الاول في حلقه النهارده